بناء فيذا تقدم معناها في تونيزي 2020 وتقدم في برشا حكايات وما جاء حتى في نصمه. اليوم مش تعمل انت بناء فيذا بإذا بالقروض مش تقترض باش تعمل بناء فيذا، معناها مش معقول، معناها مش تزيد قوي المنويني باش تعمل لنا هذا، لان ما بقاش في نصمه تاع البناء هذا. ثم الناس فما جدول المشروع هذا نجي جلول، فما جدول اكيد انتم اشتغلتوا في معهد دراسات الاستراتيجيه على هكذا مشاريع كبرى، خرجنا ليكونومي بلو، خرجنا خدنا كتاب كامل حول الاقتصاد الازرق، ما هي جدوى ميناء هذا بتمويله بواسطه التدين في بلاد اذا وصلت الى درجه مهوله من التدين. قنطرة بنزرت مثلا مشروع جميل جدا، اما يلزم يكون بي بي بي، معناها الى حتى شراكه بين القطاعين العام والخاص، مش بالتمويل العمومي. قديش باش نقعد ونتسلفوا 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 وكيفاش نخلصوا هذا؟ معناها تدين وتدين. انا كي نشوف لكن مشروع نفيذة نحكيو على ميناء المياه العميقة بالنفيذة ناجي جلول، ينجم يغير وجهة جهة كاملة، ينجم يعطي دفعة جديد للاقتصاد للمبادلات التجارية، ينجم يعاضد ايضا مطار نفيذة واللي للأسف لليوم يعني ما استغليناهش كما يجب. عملنا مطار نفيذة باش نسكروا مستير. شوف معناها شوف هل هل هالمشاريع الهلامية. انا في اهدار للمال العام مشروع ميناء نفيذة بسور، فيه اهدار للمال العام بسور، في اهدار العام وفيه كذلك ما نعرفش في اكثر من اهدار العام. طيب علاش تمسك به الحكومة المشروع هذا طالما وانه ما فماش جدوى منه كبيرة؟ شوف ثم خطاب كامل حول لا فولي دي غروندور، المشاريع الكبرى